اعتقلت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنتهما ريم بعد وصولهما للبلاد ليواجها أحكاما غيابية. عاد شريف لباكستان قادما من بريطانيا بعد أسبوع من صدور حكم من محكمة لمكافحة الفساد بسجنه 10 أعوام. وتأتي عودة شريف قبل إجراء الانتخابات المقررة في 25 من الشهر الجاري، الأمر الذي يتوقع أن يؤثر في المسار الانتخابي.